وقال عليه السلام: وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار فترجلوا له واشتدوا بين يديه، فقال عليه السلام: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، فأربح الدعة معها الأمان من النار.